مشيت بالسيارة حول المملكة الحالي، قطعت 14,000 كيلو وزرت 26 مدينة. بدت رحلتي من شوال وانتهت بعد الحج. اسمي محمد المطيري، كتبت تغريدة في تويتر عن فكرة الرحلة، ثم جلست مع اثنين يدلون في شبكة طرق المملكة وسوينا المسار على شكل حرف S. بداية الS هذه كانت من رفحة، حجزت طيارة رفحة، وبالنسبة للسكن كل اللي سويته اني حطيت صورة البوردينج في تويتر وقلت للناس يا أهل رفحة أنا جاي. مشيت على مسار الS كله بدون ما أدفع ولا ريال في السكن. كانت الرحلة للناس وبحث عن الناس. تعرفت في هالرحلة على أكثر من 300 شخص ونمت في ضيافة أكثر من 40 بيت. عزموني أصحاب الفنادق والشقق المفروشة والناس وفتحوا لي بيوتهم وأماكنهم بدون مقابل، وسويت أشياء كثيرة بهالرحلة. بعت غنم خميس مشير، عشت يوم بصحبة الركان عند ابنهم فؤاد الدواسر، عشت يوم بين خلايا نحل أبو عبد الله القنون بحايل، نمت في السيارة وفي الحوش، صورت مقابلاتي مع الناس، وثقت أكثر من 60 قصة ل60 شخص، قصص كلها إلهام وحكمة ودروس. كنت أحس إني لحالي، اللي تجيني الأحوال أحس إني ما أستحق، أحس إني ضعيف وشكل قدراتي، وإن أي شيء يسويه ما هو ضابط، وإن دائما الناس أحسن مني. يمتلكني هذا الشعور بالبؤس والحزن، رغم إن اللي يعرفني يحس إني دائما متفائل وإيجابي. وكتبت هذا الشعور بنفسي سنين، وأنا أحاول مرة بعد مرة أخبي وأطلع منه بكل مرة بتجربة مشروع مبادرة، ومرة بعد مرة أوصل لشيء وأمسكه، شيء رهيب تعبت وأنا أحاول أشتغل عليه ويفتح هذا المشروع ويزدحم من حول الناس. ثم أرجع مرة ثانية المربع صفر وأحس نفس الإحساس القديم، أنا مين وليش عايش؟ واللي كان بخاطري مشاعر تحصف بي، شيء يشبه هذا المنظر اللي شفتوه، رياح وأمطار ورعود وشكوك ومخاوف. وكنت كل مرة أطلع منها بطريقة، كل مرة مستحيل أستسلم لهذا الشعور البائس، وأطلع كل مرة منه بمحاولة جديدة، لأنه ما قدامي حل إلا أني أستسلم، أكتئب، أقعد ورا وأندب وألطم حظي، ولا أعود وأستمر في محاولة جديدة. واحدة من محاولاتي قررت أني أخذ لفة على السعودية. طبعاً لفة السعودية ما كان أبداً هدفها أني أشوف الأشياء السياحية وأستكشف البحار والمحيطات والأنهار، كان هدفها أني ألف على هذول الناس وأسألهم، الناس البسيطة العادية اللي ما هو مشهور يطلع في مسرح ويسولف عن نجاحاته، ولا هو مالك شركة، هو مزارع وفلاح وأستاذة في مدرسة ومشرفة في سوق شعبي، ووحدة مختصة في العلاج بالكي تعالج تكوي من 95 سنة، وأسألهم أسئلة الحياة، من أنتم وماذا تريدون، وش الحياة في عينكم، وش السعادة، وش الحب، وش الصداقة، وش المال. وأنا قاعد أفكر بمسار الرحلة، قعدنا نفكر شلون بلف في السعودية، فشيل حط قدم أخر على أساس أن السين في السعودية. فيوم جيت بسوي السين طلع خط سيدة، فقلت ما تضبط، يعني أبي ألف مساحة أكبر. فطلعنا بفكرة الاس، وأم زوجتي اسمها سارة، فيوم شافت الاس قالت شكرًا يا ولدي إنك سويت اسمي على الخريطة. قلت لا يا خالتي، مو باسمك أنت، وخالتي تستاهل. فاليوم هذول الناس مو بس فتحوا لي بيوتهم وأماكنهم، هذول الناس فتحوا لي قلوبهم، شاركوني حياتهم وحكوا لي كثير من القصص اللي عمرها ما انقالت. وبتشوفون وأنا شفت شخصيات عمري ما كان يمكن أني أعرفها أو أتعرف عليها في أي مكان. فبشارككم ثلاث دروس مهمة
أرجو أنها تلمسكم زي ما لمستني. الدرس الأول درس الحب اللي علمني إياه أبو فهد. أبو فهد مختص بالجيولوجيا ويقرأ الصخور زي ما نقرأ الجرائد والسوشيال ميديا. يقول لك هذا الصخرة وهذا الجبل من السنة الفلانية والعصر الكريتاسي اشتغل أكثر من 40 سنة متنقلة ما بين أرامكو وزارة البيئة، ثم تقاعد، قعد في الباحة، حياته مستقرة وهانئة، بس ما يبي الرياض والدمام والشرقية، يبي البيئة والطبيعة ومرتاح للجو وما يبغى الحر. ويقول أنا طفشت يا أخي، أنا وابن أرامكو وأحب الحركة، فطفشت أني قاعد فتقاعدت وما عاد عندي شغل. ويقول أنا إذا فضيت لازم أتحرك، حتى لو أطلع دف صخور في الباحة المهم أتحرك. فبدأ يمشي، مشى مسافات طويلة، طلع مرة من بيته وصل بالجرشي 70 كيلو ورجع بنفس اليوم. جوا الشباب قالوا أبو فهد يا أخي رهيب أنت، ورا ما تدخل في الهايكينج، هذول الناس اللي يمشون ويتسلقون. قال إيش الهايكينج؟ شو حوله؟ بدأ يمشي مع مجموعات شباب، ثم جمع شلة المتقاعدين ما بين الدفاع المدني والطيران، وصار يمشي بهم في الصحاري وذا الجبال. ثم طفش، يقول مليت يا أخي من الباحة، مشيتها كلها. فقال إيش في شيء أكثر من كذا؟ قالوا يا أبو فهد ليش ما تتسلق أعلى قمم في العالم؟ قال ايش هذه يا اولادي؟ قالوا في 7 يتسابقوا عليها. فيوم كنت مقابله قال لي يا ولدي انا تسلقت 4 من اصل 7 الى اليوم. فهو الله يحفظه الى الان القصه ما فيها حب، فهو الله يحفظه يسولف لي قال لي يا ولدي انت ما سمعت عني قبل؟ قلت لا والله. قال ما سمعت عن الشايب الرومانسي؟ طلعوني في كلام نواعم وكذا. قلت لا. ليش؟ وش صار؟ قال انا يا ولدي يوم طلعت ايفرست إيش أهم شيء سويته؟ هو هذا الشيء. أعالي جبال الهيمالايا وبالقرب من قمة إيفرست إلى زوجتي غالية أم فهد فائزة أحمد صالح أبو شيق الغامدي، أقدم لها الشكر والامتنان على 42 سنة جزاها الله عنها ألف خير. اللهم أسعدها في الدارين يا رب العالمين، اللهم أسعدها في الدارين يا رب العالمين. يا بناتي فيروز وإيمان فهد محمد وماجد، وإلى زوجة ابني فاطمة ربي يحفظها، ما خل واحد يحبه لها أبقى لها شغالة. الأولاد والبنات بدون تخصيص، أخشى أني أنسى أسماءهم وتزعل علي يا بناتي، ربي يحفظكم. بفضل الله ودعواتكم تمكنت من الوصول إلى قرب قمة الجبل. وبما أني في تيدكس وفي هذا المنصة فأحب أقول إلى أفنان بنت محمد بن وصل الله الجعيد، أنا ممتن لك على مسيرة هذه 6 سنوات، وما كنت لأكون إنسان أفضل إلا بسبب وقفتك وإيمانك بي. الله لا يفرقنا، أحبك. تستاهل أم تميم، والله عمري إلى فدم تميم. القصة الثانية قصة رايد فايع. سمعت عن شاب في أبها، قالوا لي قصته غريبة. جلست وسمعت السالفة، ما حسيت بشيء أول الجلسة، وبشوف أنتم تحسون بكلامه ذا بشيء غريب ولا لا. حياته، هدفه، أهدافه، حياته، دراسته، عبادته، حياة الخاصة، حياة الاجتماعية، حياة لا أكثر من حياة. الحمد لله ربي ما خلانا في الحياة عشان تمتع بها. السعادة وش؟ السعادة تختلف من واحد لواحد. السعادة يا أخي إن إنجازك، وصولك لأهدافك، تحقيق ما كانوا أهلك يطمحون إليه، هذه أشياء كثيرة تسبب سعادة. رايد يقول كلام نسمعه كثير من شباب اليوم، ما في شيء ملفت. وأثناء ما أنا قاعد أسولف معه سألته، فاكتشفت أنه أبوه وأمه توفوا في حادث، وما كنت أعرف تفاصيل القصة. فتفاجأت وهو يسولف عن قديش كان في ألم وكان في خيبة وكان في حزن عميق أكبر بكثير من أي شيء أنا كنت أواجهه أو أتخيل أني بواجهه في يوم ما. متى توفوا؟
في 2012. أنت كم كان عمرك اليوم؟ وقتها عمري 18 سنة. أو 17. نهاية 17. شلون تلقيت الخبر؟ وين كنت؟ أنا كنت معهم في الحادث. كنت في السيارة؟ أي أنا اللي كنت أسوق. أوه. إيه. كيف صارت؟ تقدر تقول لي؟ إيه أنا الوالد رحمة الله عليه كان كنا راجعين من أبها على الرياض. بقية السنة تاع الصيف. كنت نايم أنا فترة أكثر الخبط. أستحيل النوم قصدي إني أكفيه في الخط إنها تعب. كان قبل الحوطة بشوية. ثبت السرعة وكنت ماشي لكن كانوا نايمين اللي في السيارة جاني كسل كذا وغطيت السيارة وثبت السرعة. طلعت من الخط ما قدرت أتحكم بها تقلبت. الوالد الله يرحمه وأخوي الصغير توفوا من وقتهم. أنا والوالد إصابات خفيفة، أختي الصغيرة جروح بسيطة. تمنى على المستشفى. الوالد الله يرحمه استمر 10 أيام بين المرض، صراع المرض بين عواله أولادي كيف المستقبل خلاص فين بيكون، هل استمر في أبها استمر في الرياض، تفكير كثير. والدي توه طال أمريكا، كان أخوي ريان توه بداية بعثته، كان تفكير ذابحة ما ينام في الليل. بعد الحادثة تتكلم؟ بعد الحادثة احنا في المستشفى. أيوه قعد 10 أيام متنوم مستشفى وتوفى في اليوم العاشر رحمة الله عليه. مو من الحادث؟ لا مو من الحادث. وأنا قاعد أسمع محمد رايد يتكلم قاعد أقلب شريط الشيء اللي كنت أحسها بؤس بحياتي، الخيبات اللي أنا أشعر أنها ملأتني بالحزن والضيقة، وهل في خيبة أكبر من هذه ممكن الإنسان يمر فيها؟ وهل في قاع ومكان أخفس من هذا المكان اللي الإنسان يعود إلى بيته ليلا ويضع رأسه على المخدة ويسترجع شريط الذكريات بحياته ويقول أنا اللي ذبحت أمي وأبوي؟ في مكان أصعب من كذا بالحياة أنا ما أعرف، والله لا يقوله ولا يجيبه لحد منا ولا من اللي نحبه. المفروض إذا هذه هي القصة أنه رايد مو بس يكتئب ويتعالج ويحاول يفكر بأنه يؤذي نفسه أو ينتحر أو يصير سوداوي أو يفقد معنى وجوده الإنساني، أقل شيء المفروض يصير الرائد أنه ما يحسن الحديث عن هذا الموقف، أنه يرتبك فيه، أنه ما يقدر يقول لهذا الماضي أنه يوقف وراه ولا عاد يمشي معاه، لأن الأمل مستحيل يتكون ويمشي في حياتنا إذا إحنا شايلين الماضي معانا وين ما رحنا. وعشان تسمعون هذه المعنى ما تسمعونه مني، اسمعوا من رائد كيف قدر يتعامل ويتجاوز هذه المشكلة العظيمة اللي أنا متأكد بفضل رب العالمين أنه ولا أحد منا عاش شيء يشبه لها. شوفوا كيف رائد تفاعل معها. اسمح لي أسألك عن شعورك. وش كان إحساسك يوم صار الحادث؟ وقت الحادث لخبطة صدمة فجعة متلخبط جدا. حتى تلقيت كان وقت الحادث صلاة الجمعة مباشرة وقت الحادث على أذانها على طول. تلقيت خبر الوفاة لأمي الله يرحمها وأخوي مع أنه من وقتها متوفي. صلاة المغرب توا جاني الخبر. لا الحمد لله لأن ربي مثبتني، لأن من الله قضاء وقدر هذا مكتوب، سواء كنا ماشيين سواء كنت واصل هذه وقتهم ويموتون في ذا الساعة. الحمد لله ما أحد لعبك. لا ما في. لا الوالد بالعكس رحمة الله عليه كان واقف معي وكان برضه خايف علي. أنا اللي لا أبدأ في هذا الشيء ألوم نفسي وأنا السبب، وهذا الكلام الفاضي وهذه كلها بيد الله سبحانه ما بيدنا شيء. هذا اللي نسويه، نحرص نسلم الأمر لله ونعيش حياتنا ولا ننساها، لا بالدعاء لا بالصدقة لا بالأشياء كثيرة. الله يرحمهم ويتجاوز عنهم. ما أدري إذا الدرس واضح ولا يحتاج شرح. أشفو محمد الجهني، محمد سيمان الجهني، هذا من أسعد الدروس اللي صارت لي بالرحلة. سمعت عن شاب رب العالمين خلقه من غير يدين، وما كنت متخيل أن في واحد كذا بالسعودية وممكن يعلمني دروس كثيرة بالسعادة، وكيف ممكن الإنسان أن يعيش حياته بالطول والعرض والارتفاع حتى لو بدون يدين. محمد وأنا سولف معه قال لي معلومات غريبة عن نفسه. أنت غواص خيال؟ أنت غواص سوق قرعد خيال؟ يا أخي أنت وش أنت يا أخي؟
احس كذا بس لو نشغل الكاميرا والنظر فيك احس انه شيء رهيب صراحه. مو بس انه غواص وخيال، اثناء ما هو يسولف معي قال لي محمد ترى انا اسوق غير عادي. قلت غواص امشيها، خيال اوكي مربوط على الخيل، بس غير عادي يا ابوي انا بربع ما اعرف اسوق غير عادي. قال اركب معي، ايش رايك تعال نروح وناخذ لفه. الله والله ابى اشوف كويس صدق. ورحنا للسيارة وركبنا بالسيارة والرجال يسوق غير عادي برجلي. يا جماعة صدق سامح من دحين غير عادي صدق والله ما يتستهبل. لا تسامح ولا لا والله بدأت تمشي السيارة. ما شاء الله عليك ما شاء الله ما شاء الله. تبارك الرحمن، الله يحفظك ويحميك. وعد سامح يلا بس ارجع تك ارفع الصوت. اي شغل ذا وارفع الصوت. وعد وعد سامر يلا بسم الله الله اكبر. صد عاد يعني عقب التفحيط وكذا نبيك تقول لنا كلمه كذا من قلبك للناس. والله يلا قاعد قول كلمة بس ما أصدق، فقمنا نوقف الآن وبعدين نخليه يقول لنا كلمة كذا قبل ما نمشي. والله نصفت خاف. قلت لمحمد قل كلمة من قلبك للناس. والله ما يعني بصراحة يعجز إنساني هناك، لكن الله يصف كل من شاف هالمقطع كل من ساهم في سعادي الله يوفقك ويبارك لك. الرجال حبني يا جماعة بيضيفني في سناب. هذا سناب ها؟ أربعة. أبى أقول لكم واحدة يعني أو ملخص أهم ثلاث دروس ممكن أنها تنقال في ظل هالمكان. الدرس الأول أنه ما في شيء يصير عبث بهالحياة، كل شيء صار لك بسبب، ومو القصة أنك تضيع وقتك عشان الدافعة وتنكر له وتكون تجاهها مشاعر. أهم شيء في سياق هذه القصة أنك تفهمها، لأنك إذا فهمت هذا الدرس تقدر تتعايش معاه وتنتقل معاه للمرحلة الثانية. الدرس الثاني اللي تعلمته من كثير من هذول الناس، هذول الناس اللي وصلوا للسلام والارتياح والسعادة تفاعلوا مع الموجود، شافوا أنفسهم وشافوا المتاح في المحيط الذي بين أيديهم وتفاعلوا معه وبنوا عليه وما انشغلوا أبداً بالمفقود أياً يكن هذا المفقود. لا تنشغلون بالشيء اللي مو بيديكم بل بعيد عنكم باللي عند غيركم. شوفوا الشيء اللي فيكم وامتنوا لله فيه وابدوا منه، لأن السعادة تبدأ من هنا. الدرس الثالث أن الإلهام ما هو بعيد عنك، ما هو شيء كبير ويحتاج أنك تروح له وتسعى له وتسافر له. لو واحد قال يا أخوي لو أبي ألهم أقدر ألف في السعودية، قلت لا يا أخوي فهمت غلط أنت. الإلهام موجود حواليك، لكن التغيير أبدا ما هو شيء برا نفسك، التغيير شيء داخلك ومنك وفيك. وإذا في معنى أقدر أقوله للحياة بالعموم، الحياة في حقيقتها هي أن نستمر في السعي، وهذا هو المعنى الصحيح، وأن الأمل حي فينا ويحيينا. إحنا نعيش عشان نسعى، ما كنا أحياء لنصل. يا الله مدنا بالمزيد من الحياة.